السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان، ما زلنا نواصل معكم ومع عملية الكنترول عند أحد الأبطال جمعية جوهرة سبتة ضمن مسابقة أولى الجرال، وأيضا داخل فيدرالية مدينة الدار البيضاء عند الأبطال الكبار إخوان الرصادي. إنجاز كبير في هذه المسابقة اللي هي مسابقة أولى الجرال. لمدى السهلة مسابقة، يعني مسابقة دس صعيبة شوية، ولكن تبارك الله نحن ندخل وشوفوا الأبطال ديالنا إخوان الرصادي الاستعدادات ديالهم في هذه المسابقة، وكيفاش كانت النتيجة ديالهم والحضور ديالهم بالنسبة لدخول العمل في هذه المسابقة. الأخ خالد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الأخ العيد على هاد العملية ديال الكونترول هاد الانترفيو هذا، وكنباركوا رمضان لجميع الإخوان داخل الوطن وخارج الوطن، وخاصة مكاتب الجمعيات ومكتب الفيدرالية. بالنسبة للمسابقة ديال الجرار، داس سير مسابقات، المسابقة داس الحمد لله أنا كوكس داس مزيانة، ودخل العدد ديال الحمام، ما كانش ضايع بزاف على المواضيع، وتوفقنا الحمد لله في هذه المسابقة هذه باش حصلنا الرتبة الثانية في جوهرة سبتة، ورتبة 12 داخل الفيدرالية. تبارك الله. وكان الحمد لله، وعلى كل حال الحمد لله وشكروا على هذه الإنجازات. تبارك الله. قبل ما ندوزو عند الأخ جامايكا غادي ناخذو كلمة عند الأخ منير الرصادي، حتى هو أحد الأبطال داخل جمعية جوهرة سبتة وأيضا ديال منطقة سبتة يعني قرية جامعة. بغيت يتكلم لنا ديالي وكيفاش كنتي حاضر في الديكلاراسيون، كنتي حاضر أخويا منير في جهة الحمامة. كنبارك جميع الإخوان المغاربة وجميع المسلمين، كنبارك لهم هذا الشهر رمضان المبارك الكريم. تبارك الله. خويا منير، كيفاش استقبلتي الحمامة؟ وكنت كيفاش كان الشعور ديالكم؟ اخويا اش نقول لك، حمامة جات تتحطات الصيام الصيام لازال عاس. لا راه كنصاوب كيريك في التليفون وكنسال كيرا. خويا منير سير. المهم بالنسبة للمسابقة ديال ولاد جرار، داس ناجحة 100% يعني داس ناجحة مزيانة. تبارك الله. كنتي حاضر جات الحمامة؟ كنتي جات ما تعطلاتش ما والو دخلات؟ جات ما تعطلاتش ما والو، عادي ضيعت تقريبا شي 40 دقيقة 40 ثانية تقريبا 40 ثانية. تبارك الله. يعني غادي نرجع لك اخويا منير، غادي ناخذ كلمة عند الاخ جامايكا طريق جامايكا. السلام عليكم. احد جنود خفاء داخل جمعية جوهرة سباتة. الله يكبر بك. ديما الحارة والحلوة ديما الاخ اخ جامايكا. تبارك الله. بحفظك الله يبارك فيك خويا العيد، وكنشكروك اخويا بالعيد على هاد لي زانتيرفيو الكونترول اللي كديرو خويا، باش تعرف الاخوان على الابطال اللي كيكونوا بشك كما كيقولوا كل مسابقه حاضرين. وجينا من الاخوان الرصادي على الرتبه الثانيه ديالهم داخل جوهرة سباتة سباق ولاد جرار، اللي عرف ظروف ما نقولوش صعبه كما قلتي، ولكن ظروف عاديه. يعني مسابقه دس ظروف كورس كما كورس كورس ملعوبه زعما، يعني ملعوبه. الحمام جميع الابطال فائزين اخويا بالعيد في هذا السباق. ولاد جرار ديما كيكون بهم تخوف، كتسمع ولاد جرار الا ما كاين هجر هذاك الجرار. وحميمه تبارك الله هي كما كتشوف تمكنوا انهم تحرز على الرتبة الثانية داخل جوهرة سباتة، والرتبة 12 في فيدرالية الدار البيضاء الكبرى. تبارك الله. كيما خويا بالعيد. أنا الخوت كما كتشهدوا معنا النمير الكبار. ديال السنة الماضية عندها ديجا شي ديبوز. 2019. 17110 2019. 2019 هي هذيك الرقم. تبارك الله اللهم بارك. يا خويا بالعيد. أنتم الخوت كما كتشهدوا معنا، هذه هي بطلة السباق ولا جرار داخل جمعية جوهرة سباتة. الرتبة الثانية داخل الجمعية، والرتبة 12 داخل فيدرالية الدار البيضاء. وأخويا أخ خالد، بالنسبة لهذ السلالة ديال هذ الحمامة، يعني بغيتك تكلمني عليها كما قلتي عندها إنجاز الموسم الماضي. إيه عندها والسلالة ديالها عندها واحد البريف السنة الماضية، السنة الماضية في دومي فون ربما وزر خطمون الرتبة العاشرة بالنسبة للجمعية ديال جوهرة سباتة، والأم ديالها في النسخة ديال الأولى ديال جوهرة سباتة راه حصلت على البرومييي أس بيجون في الجمعية، والدوزيام أس بيجون في الرباعي. الرباعي هي كتنحدر من السلالة فيها اليو هيرمانس
وفي الكوبمان فانديك بيتر فينسترا. ايوا هذا هو هذا هما الله يجعل بركة اخويا خالد تبارك الله راه سلالات. ومن جهة با كاين واحد الضربة ديال شارلي كانس. شارلي كانس كاين الغيزة ديال شارلي كانس تبارك الله. يعني كاع السلالات اللي ذكرتي السلالات يعني التفوق ديال هاد الابطال هادو بالنسبة لهاد السلالة هادي يعني سلالة جيدة اخويا خالد. خالد ديال الاخوة الاقتصادي. المهم التخليطة ديال كاملة من هاد السلالات كاملة اخويا خالد ياك. هي الانثى هاد ام البطالة. تقريبا كوسونكا ديال واحد الذكر كنقولو حنا 03 وهو تينحدر من السوره ديال الدوبل 03 ديال الاولمبياد ديال الاولمبياد. الكوكتيل 49 كوكتيل 49 الذكر كان عند الاخ النوس وتخليت مع عنده واحد الولد بارك الله هو الحمد لله وسخر الله ملي كان مولع نفس باتا اي باش كان عنده الجنيه الكوكتيل تبارك الله اللهم بارك اخويا خالد بالنسبه للحم كامل جا باقا شي حاجه فولاد الجرار بقات شي وحده شي 4 واقيلا شي 4 الماكسيموم كاع المولع كلهم داكشي اللي بقى لهم 3 4 جوج داكشي اللي كاين المسابقه دازت قاصحه شويه ولكن دخلت الحمام بالنسبه لي 480 كيلومتر ولا شنو هو الحمامات ولا هذا راه مزيان لان دابا من 400 فوق اخويا خالد راه كتسنى غير ضروري من كاين على الصعوبات لي بير ضروري من لي بير بالنسبه لولاد الجرار مقارنه مع الطابق كاملين اللي دازوا هذه ناجحه 100% عندك الصحه اخويا منير كان نقول جميع الابطال المناسبه ديال رمضان كنعاود نقول رمضان واللي ما لحالفهمش الحظ الله يسخر لهم في المسابقه المقبله ان شاء الله. المسابقه المقبله مسابقه تقول مين اخويا خالد ياك؟ ان شاء الله وكاينه ديال الفيدرال جوج مسابقات في اسبوع واحد تبارك الله الله يسخر الجميع كاين شي بريباراسيون اخويا خالد بالنسبه لهذ المسابقه ضروري راه كتبريباري وكمل من جد وجد ومزرعه حصاد نعم كتبقى هذا هو اللي وتبارك الله بالنسبه لكم الاخوان الرشادي راه تبارك الله عندكم معلومات حول المسابقه ديال الدوميفو يعني كتجتهدوا اكثر الحمد لله واخا كاين واحد شويه ديال ضيق الوقت اخويا خالد ياك ضيق الوقت وبالنسبه لهذه السنه هذه كان شويه ما تجاوبش معنا الحمام مزيان ولكن وتراحه البال وقيلا ما كايناش ضروري كاين ضيق الوقت راك ضروري مع الخدمه ومع هذا راه وعلى كل حال الحمد لله الحمد لله المحمد كل عام ورزقو كما كيقولوا والاخ منير ناخذ كلمه عند الاخ منير حتى هو كيفاش كتشاهد بين هاد الموسم بارابور بين هاد الموسم والموسم الماضي اخويا منير نعم اخويا قلت لك بارابور مع هاد الموسم والموسم الماضي كيفاش كتشوف الولايه عندكم هنا في المنزل كاين واحد شويه ديال ضيق الوقت كاين شويه ديال الولاعه شويه هذا العام هذا الحمد لله بعد على كل حال الحمد لله ونشكره يعني كاينين مشاكل شويه كاينه اما في السجنه ولا يعني كاين واحد شويه المشاكل غنحاولوا ان شاء الله باش نصلحوا هذاك الشيء كلشي تصلح الحمد لله ان شاء الله في الاوج العطاء ان شاء الله ان شاء الله في السنه المقبله ان شاء الله غيكون خير ان شاء الله خويا جمال ما كاينش الاخ ديالك جمال لا كيكون خدام كيجيب دقدق شويه واش هذا نيت في هذا الشهر ديال الصيام بنادم يلاه ياخذ الراحه ديالو وداك الشيء الاخوان الروس هذيك كنشكركم تبارك الله عليكم بالنسبه لهذه المسابقه ديال التالق ديالكم بالنسبه للمسابقه ديال الجرار داخل جمعيه جوهرات سباته تبارك الله الرتبه الثامن الرتبه الثانيه داخل الجمعيه الرتبه 12 داخل الفيدراليه ماشي من السهل خويا الجمعه كان ماشي من السهل باش ديكلاري ماشي من السهل ونزيدك واحد النقطه كانت بريباراسيون نفس السباق لانهم لعبوا شي شاوه حتى هي تاع الترديف ديال الفيدراليه وبالنسبه للبريباراسيون بحال بريبارو خدموا راه عندهم على حساب ذاك الوقت ديال الشجنه. ديكلارو هنا وديكلارو هنا. وتبارك الله. مبروك عليهم الصراحه انا بعدا عجبني هذيك الديكلاراسيون عجبتني. باش دير جوج بريباراسيونات بالنسبه للمسابقه ديال الدومي فود. تبارك الله غاديكلارو جوج مسافات كاين فرق كبير بيناتهم. ولا جرار خلينا نعطيك 490 وشيشه هو 240 مثلا وغيكون عندهم جوج ديبلومات مثلا هنا من الاوائل هنا. تبارك الله. المسابقه ديال قول مين شحال غتعطي اخويا جمايكا دابا تقريبا. 560 تقريبا غادي كنبعدوها راسهم ليه هادشي اللي عارف غادي دابا 560 تبارك الله راه بحال قلتي 600 والله يسخر الجميع الصحراء دابا صافي دابا تدخل في الصحراء دابا السحاره ما بقاش الصحراء ما بقاش مولع يقول كلشي جاني كلشي جا كلشي جا ما بقاش كلشي جا
الا كان البرد دافع هذاك الشيء اللي كاين اخويا خالد تبارك الله عليكم. كنشكركم بزاف على حسن الاستقبال. كنشكر الاخ منير حتى هو تبارك الله عليه، راه كيبان لي منير شويه مرمدن مرمدن كيبان لي مزرنق. تبارك الله عليكم اخويا. كنشكركم اخوان الرصادي، كنشكر الاخ جامايكا اللي حضر معنا هنا في عمليه كونترول عند الابطال ديالنا اخوان الرصادي، التعلق ديالهم بالنسبه للمسابقه ديال الجرار. اللهم بارك وزيد في ذلك. الاخوان بلا ما نطول عليكم، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.